وصل لحد الحته. عملتي ايه لما سمعت ان ابنك اعضائه تم سرقتها بالكامل وتم انهاء حياته؟ متنا وقعنا من الخبر، اغمى علينا، صوتنا، كان جالنا الخبر بالليل، تعبنا، ما كناش مصدقين ان هو مات. بص ده احنا، بص احمد ده يعني، بص حاجه حلوه، ما مش حاجه وحشه، حاجه كويسه. كان حنين عليكي؟ كان حنين قوي، عارفه كان يبص ايديا، ايوه، يلاقي رقبتي باينه يغطيني، يمسح دموعي، كان على وانا نازله على السلم يمسك ايديا، يعني بص حاجه كويسه، ما عملش حاجه في دنيته وحشه. كان ترتيبه كان بين اخواته؟ كويس عادي. لا يعني هو الوسطاني ولا الكبير؟ هو الاخراني، الاخير. هو الاخير، عنده 15 سنه. كان قلبك متعلق بيه بقى من حنيته؟ أيوة. عليك ده حبيبي. بصي ولا شتم ولا قليل الادب ولا اي حاجه خالص، وبيخدم الناس هنا والله. بصي حبوه، يعني مش عشان ابني والله، اسالي اسالي يعني. بصي الله اكبر عليك، الله يرحمه الله يرحمه. ابني دوت بصي ما اقولكيش، احنا تعبانه حزب الله ونعم الوكيل في اللي خده وعمل فيه كده. طارق ده ليكوا اعداء؟ طارق لا والله مالناش اعداء، احنا ناس في حالنا. ايوه احنا ناس في حالنا، كل الناس عارفانا، وانا شغاله ست شقيان على عيالي، لو كان ملح ولا لقمة بعيش كده حاجة ما قلتش لحد هات فلوس ولا محتاجة حاجة، كنا مرضيين من يرضي الله، الحمد لله عيالي مرضيين، ما بنقولش حد، ما حدش قال لي انا جعان ولا شبعان ولا اي حاجة، كله الحمد لله. كان بيساعدك في مصاريف البيت؟ لا ما كانش شغال، كان لسه ده صغير ولا اشتغل ولا حاجة، كنا لسه هتطلع له البطاقة، كنا لسه هتطلع له البطاقة، مات غدري والله، مات غدري. ربنا يرحمه ويصبرك. قولي لي، احكي لي قبل الواقعه دي، احكي لي قبلها بقى، قلبك كان حاسس انه هيحصل له حاجه؟ لا والله لا ما حسيتش. هو ما ودعكيش مثلا؟ ما قالكيش حاجه؟ هو طلب بس الفراخ اللي هو طلبها وعملتها له. طلب ايه بقى؟ قالك عايز اكل فراخ. اشترى وراك. ايوه اشترى وراك، اشترى، وهو اللي اشتراها والله. ايوه وسويتها له وعملت له شويه رز، كان لقمه صغيره، غير ومش بيروح السايبر لاستاذ البيت بتاعنا. ايوه هو على طول كده نظامه، ما نعرفش بقى اللي كان ده ايه، ده اللي جه في القهوه ده، كان شغال في القهوه ومشي، ده اللي اسمه طارق ده. بعد ما راح بقى السايبر بقى ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى اللي استدرجه ده. قهوجي. القهوجي ده كان قهوجي في المنطقه هنا. شغال قصاد القهوه اهو. ايوه قصاد بيتنا اهو. ايوه القهوه اللي قصاد بيتنا. شغال بقى له قد ايه؟ اشتغل شهرين، اشتغل شهرين. وبعدين خالد العليلي مشاه، رجع تاني طبعا. هو رجع تاني، وبعدين كان مصاحب واحد اسمه محمد، دون ذكر اسماء، مصاحب واحد يعني، مصاحب واحد من الحته. تمام. اصلا ابني كان مصاحب الواحد اللي من الحته ده بتاعنا. ايوه هو اللي عرفه على طارق ده. ماشي. وبقى عادي بقى صوره، قعد ابني على رجله يوم الوقفه، كان لابس هدوم الوقفه احمد، واداله 50 جنيه متصور، حتى الصوره بتاعته فيها علامه كده يعني زي سهم كده، 15 سنه. اللي ده بقى اللي هيتقتل النهارده، يوم ما خده اتقتل. يعني هو كان مبيت له النيه من العيد. بس فرش بقى حاجه حلوه يعني في الـ في الـ في الـ في القهوه، اللي هو الراجل دوت ايه، بيصلي بتاع ربنا ومخير، بيدي فلوس يعني، هو ده عايد عليه. اسود